رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكيو على مقابلة البارح الكلاسيكو بين السي اس اس والاسبيرونس. السي اس اس كان أجل تتويج الترجي بالبطولة. أكثر تفاصيل فنية حول المقابلة هذه مع المحلل الفني السيد منجي إبراهيم. سي منجي أهلا بك. مرحبا بك خويا إسلام، وإن شاء الله شهية طيبة بياسير، ورمضان مبروك كالعادة إن شاء الله. ما نعرفش قبل ما ندخل في المقابلة سي المنجي، البارح كان تبعت زون ميكس نهار السبت، كان ضيفنا سهيل براذي وحكى على الترونسفير نتاعو من اللي كان بين ليتوال والاسبيرونس، وكنت انت معاه، تتفكر ولا؟ اي بياسير بياسير. ما زلت تفكر الكوليس نتاع قعدتو في البارك ووقفت له الكرهبة وقلت له اعمل الشوا نتاعك وحاجة كيما هكا، ما سمعت ولا لسه انت؟ الشوا انا ما سمعتوش، اما الشوا سيتي لو شوا ايتي فاسيل. هو دو توت فاسون سهيل براذية من يحكي على من ليتوال، من ليسبيرونس لليتوال ولا من ليتوال لليسبيرونس؟ الاولى ولا الثانية؟ اعتقد الثانية. الثانية هي الثانية، خاطر هو جا للترجي الرياضي التونسي ومن بعد مشى للمشي للايتوال. انت نصحته كنت بالايتوال، قلت له خاطر باش يلعبوك في بلاستيك، ظهر لي حاجة هكا. هو ايش نقول لك حاجة، انا ديما نحكي مع الملاعبية على خاطر ديما يلزمك انت تعطي وجهة نظرك، وعلى علم وانا مش بارابور على الاسبيرونس ولا على حاجة، راهو فوترونات، راهو انا سهيل يعرف الكلام هذايا. سهيل سي ان جوار با فاسيل اجيري، راهو كجوار دو فوتبول فهمت، وليد تحفون برشا. جوست بور انيكدوت، معناها وقت اللي صححت له من ليتوال، وقت ليتوال وفى العقد نتاعو مشى لفيت زيفلوتس ليكيب تاع بونياك، اول حاجة قالها لي في قدام السفارة يحب يشري كهرباء ضخمة. هزيت روحي وروحت لان قلت له انا ننصحك امشي اشري ابارتمون ولا اشري حاجة، وكي تروح لتونس اشري طيارة مش كهرباء ضخمة، لان تي دوا تمبوزي، تي دوا تو فير اون بلاص او سولاي غاديكا، معناها توري روحك. والكهرباء سي نتفكروا اسمه ميدو وقت اللي دخل لاجاكس امستردام مع ابراهيموفيتش، جاب كهرباء ضخمه. العساس البرا قال له الكهرباء هذه ما تدخلش خاطر ما عندناش باركينج تاع كهرباء هذه كيما هذه، وشفنا ميدو كاريرو كيفاش معناها تمت في اوروبا. معناها يوريك اللي الناس يلزمك تو دوا تمبوزي، ومن بعد برشا حاجات توتي بيرمي. ونا لا شانس احنا لي فوتبالور وقت اللي يغلط جوار وهو يبدا اكسترا اوردينير اون باردون بوكو بلوس كان جوار مويان. فهمت سؤال براذي الترجي الرياضي التونسي وقتها ما حبوش يمدوا له العقد نتاعو ولا ما لقاش حل مع الترجي الرياضي التونسي، جاته فرصه النجم الساحلي مع سي معز ادريس وقت عندي كي توا. وسي معز ادريس عنده حاجه خارقه العاده، سي كي لاي ليميت او نيفو دي ترانسفير دو جوار، من الاول ما حبش عليه، ومن بعد قال لي منجي نسمع كلامك وقتها في بحذا بن عروس عنده المكتب نتاعو غاديكا، وصارت العمليه اسهل ما يرام مع سهيل براذي والنجم الساحلي. وكنت نتمنى سهيل يعمل كارير اكبر واكثر من هكا، اللي عنده سي ان تالون اكسترا اوردينير، مي مالوروزمون بعد ساعات الى ان كاركتير كي ديرونج باسكو ديما راهو في الكره هذه سي لا ديسكريسيون، يلزم الجوار يعرف روحه ما ينساش اصله منين. الى دي بارون اكسترا اوردينير سهيل، نحييهم برشا وان شاء الله رمضان مبروك. في نفس الوقت ديما يقول موا جو موا جو موا جو، سا نو مارش با دو الفوتبول، راهو دو لو سبور اون جينيرال التواضع سي تري تري امبورتون. سهيل سي ان غارسون اكسترا اوردينير اللي كان تعرفوا عليه، وانا كنت حببت وحبيت يعمل كارير اكبر من هذه. تيك ساعه جوست حبينا نحلوا قوس معك سي منجي شويه ذكريات اللي كنت اجون، ما تذوقلكش معناتها، ما تحنش شويه للفتره هذيك، ترجع شويه ولا؟ اي والله ايش نقول لك، انا كنت بريسك الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، لا ماجوريتي دي جوار سي سي با 100% لي جوار اللي جبتهم من تونس ولا هزيتهم من تونس ومشاو لبرا، الكلهم ايزون في اون كارير اكسترا اوردينير فينونسيير اي اوتر. باش ناخذ منهم جوار بركه او نيفو دو كاركتير او نيفو دو الرجوليه نتاعو اللي هو اسامه السلامي. سيناتر اكسبسيونيل اسامه السلامي هذاك، اللي اذا كان الناس تعرف معناها كيفاش تحكي معاه وكل شيء، سي الي اكسترا اوردينير. والمرحوم بيان سور زاد الاسعد خونا يسمحني في تلمون ليموسيون وكل شيء، توفى الاسعد الورتاني الله يرحمه وينعمه،
كان اقسم بالله العظيم نيراني يبدا هو مع ناس اخرين يتبس راسه ويتعدى. نبيل المساوي، نبيل المساوي يعرف من الطيارة يقول لي سيمونجي وقتاش نصح الكونترا وقول لي وين نصح، معناه لا يقرا لحد شيء، ثم ثقه كبيره برشا. ثم ملاعب اخر مش لازم نحكي على اسمه اللي تلمو جايب لي خوه من فرنسا وخوه قرا الكونترا ولقاه سي ان كونترا اكسترودينير بيان في بيان في سلي وكل، ومعناه يلزمه يصحح. يا اخي خوه جاب خوه يعيش في فرنسا جاء ما لقاش فيها وين هو وقت اللعب هذايا في النادي الافريقي مع سي شريف بلامين الله يرحمه سي صالح ثابتي. جاء قال تو سامبلومون قال شنو معناه علاش مش مكتوبه لو كونترا بروندرا فان وقتها في ديسمبر عندي كي توا. بوركوا علاش مكتوب عليه اكسبير اكسبير اكسبيري فهمت؟ يا اخي خزرت له انا قلت له عندك ديكسيونير قدام الناس كلها، قلت له عندك ديكسيونير في الدار؟ قال لي عندي. قلت له حل اكسبير اكسبيري اكسبيراسيون تشوف شنو معناه. يتم الكونترا كان يتغير وما يفيقوا بحتى شيء ولا اللاعب هذا صح وين نحبوا احنا معناها. واللاعب هذا على علم وانا سي صالح حسابتي ما نجمش نذكر اسمه الوليد هذايا اللي انا ضد وقتها قدومه للنادي الافريقي لان اخلاقه ما تتمشاش مع الكاركتير نتاعو ما يتمشاش مع ساقي. باهي خلينا نحكيو على الماتش نتاع السي اس اس والاسبيرونس، كيف شفت المقابله السي اس المونشي؟ مقابله نقول لك الحقيقه كنا نتمناو باللي زانغريديون الموجودين الكل في الميدان كملاعبيه وكلاسيكو كنا يا اخي مالوريزمون شفنا حتى شيء فريمون سيتي ماتش فريمون للنسيان كما نقولوا احنا مالغريك ولو حتى النادي الساقسي معناها كي جاء باش يربح وروح بالتعادل دونك لي غانيون. الترجي الرياضي التونسي بارابور على الكوليكتيف الموجود برشا ملاعبيه ما كانوش في المستوى على راسهم انيس البدري ونجم نقولوها وانا قلت معاك كان تتفكر لازم يصبروا على انيس البدري لان تعدى بظروف صعبه في الدوري السعودي ومن بعد قعد يمكن ثلاثه ولا اربع شهور من غير فريق. والترجي الرياضي التونسي انددب انيس البدري المردود نتاعو مش هو مازال الهوني مصاب اليوم احسن لاعب في الترجي الرياضي التونسي اللي هو محمد علي بن رمضان تبارك الله ما شاء الله هو ما جو بونس با باش يتشكى من رمضان ولا حاجه لكن نقول تو سامبلومون اللي اليوم ما نلزمناش نلقاو ديزيكسكيوز. المباراه تعدات في مستوى ماهوش خارق العاده مستوى متوسط سي سي با اقل من المتوسط وشفنا زوز ملاعبيه بركة كسوسوا عزمي غوما من نادي الساقسي ولا محمد علي بن رمضان كانوا فريمون في اعلى المستوى. كم هذاك الوبلي الترجي حبوا ممكن يحتفلوا بالتيتر قبل المباراه لكن الترجي منذ اسابيع التيتر هذاك ما عندهم ما يخافوا عليه دونك تو سامبلومون المباراه ما كانتش في المستوى رغم برشا تغييرات صارت كل فريق الترجي عملت خمسه تغييرات النادي الساقسي عمل اربع تغييرات ثم تغيير اللي صار بعد دقيقتين ولا ثلاثه وقت اصابه نسيم بن خليفه نتاع عبد الباسط وعبد الباسط انا وجهه نظري هذه نقطه استفهام وجود ملاعبي كيف نكايه في الترجي الرياضي التونسي اللي الملاعبي هذايا حتى او نيفو دو لا بروفوندور باش شوف المردود نتاع تاع ياسين الخنيسي من قدوم عبد الباسط لان تاع ياسين الخنيسي مهاجم اكسبسيونيل سي ان بيتور سي ان جوار كي بو معناها فير يخدم خدمه كبيره برشا او نيفو دو لا بروفوندور معناش قاعدين نستغلوا في البروفوندور نتاعو قاعد يجري بور ريان ا سيرتان مومون المتريز نتاع الجيستيون نتاع الماتشوات نتاعو ماهيش جي لامبرسيون إلي اور دو كونفيونس توا وقاعد يتعدى بظروف صعبه او نيفو دي روندمون. اما تاع ياسين الخنيسي كان تتفكر انت على ليبوك كان علي زيتوني مع اغوي كان تتفكر اللاعب الكامروني نيجيري نيجيري اللاعب النيجيري اللي كنت انا لاجون تاعو وقت جبته من المانيا اغوي هذاك كان علي زيتوني سيتي الى بروفيتي دو لا بريزونس داغوي فيزيك وشفنا علي زيتوني في الشيزون هذيك ماركا 24 هدف معناه يوريك راهي الكره سي كومبليمونتاريتي. اليوم انا كنت نسالك على خالد عبد الباسط المنجي ما تشوفش اللي مثلا تو انت جبت حتى شويه تاريخ مثلا مايكل عام الاول ما نجحش في ترجي ما تشوفش مازال الملاعب ينجم يكون متاقلمش ما دخلش في المنظومه نتاع ترجي؟
شوت ايش نقول لك، اذا كان جوار في العمر هذاك وجاي من الماسيدوان انا نقول اللي ما عندوش المستوى، وهو التاريخ قدامنا ما عندوش المستوى باش يلعب في الترجي هذه التونسي. ما ننساوش اللي وقت اللي رجع مايكل نيرامو ما عندهاش برشا في الترجي هذه التونسي، انا استغربت بروجو، لان اذا كان صار اخفاق ونيفو دو سا كارير في ايكيب اخرى ويرجع للترجي انا نرى اللي ماهوش باش ينجح. وشفنا اللي خالص الترجي اربع شهور ولا خمسة شهور بركة، يعني تحكي على يعني انت، انا نحكي على مايكل كي مشى للجزائر بريم من لو ما نجحش في الترجي، مشى اعاره للجزائر وبعد رجع عمل لها كذا كبيره معناها مع ترجي. تحكي على يانيك مشى لسويسرا؟ لا انا نحكي لا مع بار يانيك مشى لسويسرا مع، لا نحكي على الجور مايكل انيرامو وقت يرجع للترجي اخر مره. ماهوش المايكل انيرامو اللي غادر الترجي. دونك اليوم راهو اليوم كي تبدا عندك اميليو دو تيران يلعب لك لا بروفوندور لاتاكونش يحب، انت تاي ياسين الخنيسي ما يحبش الكره في ساقيه، يحب الكره دون لا بروفوندور. داير الكفرالي صارت من انيس البدري بالذكاء كيفاش حطها قدام انيس قدام تاع ياسين الخنيسي وسجل الهدف المباراه الاخيره دونك قبل المباراه النادي الشخصي، خلات اللي يعرفوا كيفاش يتعاملوا معها. اليوم المشكله الكبيره سي كو كنت دخل ملاعبي كيما عبد الباسط باع في مكان نسيم بن خليفه اللي هو نعاودها، ممكن الترجي الرياضي التونسي خذا نسيم بن خليفه كمهاجم صريح، ماهوش مهاجم صريح، هو سان الكترون ليبر يلعب النافي دمي يلعب بارتو او نيفو دي جو اوفنسيف. لكن انيس البدري كان نتفكروا على البليلي كي يبدا يلعب مع بعضهم، المردود عمره ما كان خرق العاده، كي يبدا يلعب انيس البدري وحده يعدي مردود اكسبسيونيل، البليلي كيف اليوم جات مشكله الهوني فرد لعب وفرد ستيل دو جو كأنيس البدري، يلزم المدرب خونا معين الشعباني يلقى الحل باش الملاعبيه هذوما التركيبه هذه تنجح لمصلحه الترجي الرياضي التونسي. والترجي الرياضي التونسي تعرف او نيفو دو لا جيستيون كي تشوف انت يا سيرتان مومون لاكسيون، في لاكسيون ماهمش موجودين الملاعبيه، اما ثم رياكسيون، علاش؟ خاطر ثم دي جوار انديفيديوال كي سون كابابل دامني لو بلوس دو كري لي ناتوندو ا سيرتان مومون وقت الترجي الرياضي التونسي تتعدى بظروف صعبه. انا علاش نحكي هكا؟ لان نحكي هكا انا نخاف على الترجي الرياضي التونسي او نيفو دو لا كونفرونتاسيون ديريكت. راي اتونسيون بالمردود هذايا او نيفو دو لا كونفرونتاسيون ديريكت راه باش تلقى صعوبه. باهي سي المدير الفرق... لاعب ويليام توغي ليسبيرونس جابتو بري مع اوبسيون داشا، هل ولا الملاعب هذا ما يشفع له انه يكون منتدب في ترجي، انه ترجي تحط عليه الباكو؟ لا ترجي باش يخمم برشا. هو توغي ويليام توغي جاء من فريق بلجيكي على ما سمعت انا، مش لا من فريق بلجيكي. اذا كان فريق البلجيكي اليوم في العمر هذاك نتاع توغي ما استحقلوش، الترجي الرياضي التونسي اكبر من فريق البلجيكي. دونك اليوم الترجي الرياضي التونسي حتى جماهيره ما شاء الله وكل شيء يفهموا كوره ويعرفوا كل شيء. انا من راش ويليام توغي اليوم تلقى حل معناها باش انا جو بريفيرك الوليد مبي هذاك الوسط الميدان نتاع الترجي الرياضي التونسي سيدريك قبو مبي نتاع ايطوال اي قبو فوالا دو فرد سيمي هما بريزك. دونك هذوما الملاعبيه زوز وي جو سوي كونتر، لان اليوم كو سوا توغي ولا عبد الباسط اليوم تلقى ملاعبيه في مستوى عالي في تونس. يا با بوزوان اللي باش يكون اجنبي. انا نقول اللي نقطة استفهام اخرى زاد اخويا اسلام، سي المردود نتاع بن غيث سي ترو بار انترميتونس. اليوم باش تلعب لو نيفو لو تري او نيفو يلزمك تكون كومبيتيتيف كل ماتش، يلزمك تنسى الماتش هذايا وتتعدى الماتش الاخر. اليوم بن غيث ماهوش قاعد يعمل المردود اللي مطلوب منه في الترجي الرياضي التونسي. باش نحكيو على السي اس اس ايضا سي المونجي، اختيارات غريبه شويه للكوتش نتاع السي اس اس بيبي موريسيا عزمي غوما افضل لاعب في المقابلات الاخرانيه للسي اس اس، ملاعب كان مرتاح ما لعبش التنقل الافريقي باش يلعب في كاس الكاف، معناتها المقابله الاخرى معناتها باش تقول باش ترتح وماكش ترتح فيه اصلا، هو مرتاح ديجا. كمل المقابله باربع مدافعين على ديلاتيرو، معناها زوز على اليمين وزوز على اليسار، محمد بن علي وغيث المعروفي على اليسار ومحمد علي الجويني وعزمي غوما على اليسار، معناها
الاختيارات تطرح اكثر من نقطة استفهام. كيف كيف ايدول مهاجم عدى ماتش كبير في كاس الكاف سجل هدف ممتاز جدا يكون على البنك، ما تفهمش لي شونجمون والاختيارات نتاعو السيد هذا ولا هو هاني قلت ما تفهمش، لان براو بعد ساعات اللي جيو كل اللي انا فكرني فيه كتروسيي وقت اللي جا لهنا قال باش نعطي اون ايدنتيتي او جو دو كلوب سبورتيف ساكسيان. انا كان جيت حاضر في الكونفيرونس دو بريس نقول له خذ الطياره وبرا روح، لان نادي الساقسي من اللي تولد الفريق هذا وعنده اون ايدنتيتي معناها مش الناس بون. بريف انا الحاجه اللي انكرويب سي سيتي لو ميور جوور سور لو تيران مع محمد علي بن رمضان، وان بلوس الى امن ان دونجي كونستون ديما في الواحد. لكن نقول اللي في نفس الوقت خرج شواط ودخل ايدو معناها جاء على تعادل، وفي نفس الوقت يحب يشرك. انا نجم نخمم هكا بتاتر كو عزمي غوما اي تي اكسلون ويقول لك حنحضروا للمباراه باش نلعب لا بريمير بلاس نهار الاربعاء ضد جراف في السنغالي. دونك ينجم يخمم هكا. لكن عندك عندك ريان تاع مرتبه ثانيه تشامبيونز ليغ، مازلت مع ايتوال كونسيرني انت كيف كيف الملاعب الملاعب قلت لك كان مرتاح معناها ماهوش تعب. اي والدقيقه 57 التغيير نتاعو صار. دونك ينجم هو المدرب يخمم في المباراه الجايه نتاع يوم الاربعاء ومن بعد يخمم على المباريات الاخرى. لكن اليوم التغييرات هذه والغير الاستقرار في النادي الساقسي وملاعب لاعب اخر سي المنجي محمد سولا الليبي تقريبا كان في مستواه مع انيس بوجلبان، ملي جا المدرب هذا تقريبا ما عادش تشوفوا فيه ملاعب. يعطيك الصحه يعطيك الصحه والله جيش نجبد عليه. شوف محمد سولا كيفاش كان، وشوف اللي كنا نحكيو فيه احسن اجنبي في الدوري التونسي. اليوم لاعب عادي، وشفنا حتى التصرفات نتاعو في الميدان معناها على اعصابه خلات اللي اللاعب هذايا شفت وقت الاوف سايت اللي صار اوف سايت 100% شفت التصرف نتاعو، لان الرياكسيون ما نجمش يعملها ضد المدرب اللي هو ماهوش فرحان بالاستعمال نتاعو في الميدان. خلات اللي ثم رياكسيون تصير ضد لاعبيه اصحابه ولا ضد الفريق المنافس ولا ضد التحكيم باش نلقاو ديما راهو التحكيم باش نلقاو اكسكيوز على نتيجه غير ايجابيه. وقت اللي انت الحكم باش ينجح في المباراه نتاعو راهو الملاعبيه هما اللي نجحوه في المباراه نتاعو في المباراه نتاعو. اذا كان ما تعاونوش انت في بال بال بالبون فوا نتاعك، اذا كان تحاول بالموفيس فوا نتاعك باش تقول ديما الغلطه عند الاخر، راهي هذه مشكله كبيره برشا. خلات اللي اليوم وشفنا احنا الرياكسيون، وشفنا حتى مجدي تراوي معناها مع كامل احتراماتي ليه وليد ما شاء الله وكوتش ما شاء الله لقى اكسكيوز في ضربه الجزاء، وقت ضربه الجزاء اللي انكزيستون. دونك الشو ما لازمناش نلقاو ديز اكسكيوز على التحكيم ولا على حاجه. شوف المردود نتاع الفريق، المردود نتاع الفريق ما كانش في المستوى. وجماهير الترجي الرياضي التونسي اليوم اعمل معناها حاجه وقول مع ولا ضد معناها بقاء عبد الباسط في الترجي الرياضي التونسي، تجيوك 90% ضد. يعطيك الصحه، شكرا لك سي المنجي على كل هذه التفاصيل الفنيه مدتنا بها. شهي طيبه. مرحبا بك وشهي طيبه يا غالي. فدوى تركي في الاخبار بعد مواصلين في فير بلاي حتى